زيزو. لا زيزو بصراحه لعيب مختلف. زيزو احسن لعيب في مصر مش احسن لعيب في الزمالك بكل امانه يعني. زيزو انا اتعاملت معاه فعلا كلمه لعيب محترف مش كلام. لا زيزو عارف بالظبط جدا، عارف بيتمرن ازاي وبياكل ايه ويشرب ايه وتمرينه بيأدي بجديه. زيزو بصراحه انا اشوف ان مركز في شغله جدا جدا جدا، وحتى لو حاله الفريق كلها مش كويسه زيزو بيفضل كويس. طبعا طبعا وده يدل على اللي احنا بنقوله. بس زيزو كمان طور من نفسه، لان زيزو في اوقات كتيره كان دايما بيلعب زي اللي احنا كنا بنقول عليها دلوقتي على الخط، ودي مدرب مدرب يلعب. لما زيزو دلوقتي في المنتخب لما كان موجود الكافيتيريا دخل في نص الملعب صحيح. حتى المنتخب لما كان موجود معانا هو لعب ثمانية ولعب وينج ولعب شمال لعب. فلما يكون عندك لعيب دلوقتي راجل فيتوريا برضو بيشتغل بيه ثمانية عندك لعيب كمدرب يعني، عندك لعيب كواليتي مختلف ويلعب في اكتر من مكان، فدي ميزه ليك كمدرب صحيح، لانك انت ممكن تغير من جوه الملعب مش صحيح. لازم تغير من بره صحيح. فانا اشوف بصراحه ميزو لا بصراحه يستاهل اللي كل بيتقال عليه، وانا بشوف انه احسن لعيب في مصر السنه. طيب